فكره ان انت تبقي بتكتبي 20 ساعه دراما وانا ببقى حابب طول الوقت وانا بشتغل يبقى عندي رهان كده ان مفيش مشهد ينفع يترمي. مسلسل طريق بالنسبه لي مسلسل ممتع يعني انا مبسوط بيه جدا ومش قادر اسميه ميوزيكال عشان ميوزيكال ده اسم ضخم قوي واكبر بكثير من اللي احنا بنعمله الحقيقه. يعني قعدنا انا ومحمد مشيش منتج المسلسل كنا بنتكلم على فكرة ان احنا عايزين يبقى فيه بينا اتفاق على مسلسل رمضان السنة دي يعني ان شاء الله. وكان عندي فكرة وبعدين مشيش هو الحقيقة اللي كان صاحب اقتراح انه يعني طب ايه رأيك في فكرة كده ان احنا نعمل حاجة غنائية حاجة فيها غنى. كان اكتر حد صالح للحدوتة دي هي شيرين عبد الوهاب. راح مشيش بالفكرة عرضها على شيرين والمفاجأة ان شيرين وافقت وحبت جدا عشان يعني وانا بشكرها جدا عشان هي يعني اطمنت لما لقيت ان انا اللي كاتب فقالت طيب يلا وحبت الحدوتة جدا جدا. خلص وانا بكتب كنت حاسس ان ده امير صعيده ده محدش غير امير يعني وفعلا امير كتب لها كلام حساس قوي ابن الذين يعني الشخصيه تنفع شكليا وعمريا وكده لشيرين عشان كده لجأنا لشيرين لكن هي مالهاش علاقه بقصه حياه شيرين من قريب ولا من بعيد. طريقي بقى جه منين؟ اسم طريقي ده يعني دي من اول العلامات انا بصدق في العلامات كده فمن اول العلامات اللي بسطتني جدا ان احنا خلاص رغينا في فكره المسلسل وبقى في حدوته وابتدينا نتكلم فيها لسه ما كنتش كتبت حاجه خالص ما كتبتش ولا كلمه في المسلسل يعني. وبعدين لقيت ياسر خليل بيكلمني في يوم بيقول لي بص اسمع كده الاغنيه دي لو تنفع معانا ناخدها في المسلسل. فسمعني اغنيه اسمها طريقي كلمات وليد غزالي ولحن ايهاب عبد الواحد اللي انا بحبه جدا. بصي كانهم كانوا قاعدين معانا يعني كلام الاغنيه بيحكي حدوثه المسلسل ببلاغه رهيبه وهم ما يعرفوا هم بيسمعوا الاغنيه لشيرين عشان لو يعني لو هتاخدها في الالبوم جاي بيها ملوش ولا يعرفوا ان شيرين بتعمل مسلسل من اساسه. فاحنا استقرينا على غير العاده دايما التتر دي اخر حاجه الناس بتبتدي تشتغل عليها في المسلسلات احنا استقرينا على اسم المسلسل والاغنيه اسمها طريقي فبناء عليه سمينا المسلسل طريقي انا حبيت الاسم. فاحنا استقرينا على اغنيه التتر قبل حتى ما نكتب حرف واحد في المسلسل فحسيت دي علامه لطيفه ان يعني ان شاء الله الموضوع هيبقى يعني ماشي كويس.